إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وكبلا ما يعشر في كتابك العربية بين يديك شسك سدحال حاشدة بقولي لبا بقولي سديتا لبا بقولي سديتا وحين كتر هاي مركا اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف. واحد قال يعني جواب صحيح ما صحت الدوره هذا قلنا يقوب حرف كهورية مركا واحد مرين تلحاد لكنه مات وهو صغير وحد انت يساق اوير من المقصود هو يقفك اللوغتي إذا بهذه العبارة هذا الكاية اللوغتي إذا قفر انتي واكما ألف البخاري وابخاري با والد البخاري وابخاري أبيه جيم وأبو عبد الله واسنوا بخاري أولنا نسيسا كن يدي سانانو مركا بخاري أبيه والد البخاري بلا صحيا أي بخاري ويرد انتي يعني بار. سبعة علوم الشريعة علوم الشريعة الإسلام كأما قنط الشريعة الدين الإسلام يقصد بها وحلوقة شيئا ألف الفقه وفقه باء التفسير وتفسير جيم التفسير والفقه وتفسير كيف فقه قوة صعودة شيم كلا صحية وتفسير كيف فقه قوة صعودة. ثمانية أفضل عنوان هل كدق وهبون لهذا النص هذا الكيان صوشي يعني كده صوشي كني بخاري هو وحوي إن الله لقد قع عنوان كيسة ألف الجامع صحيح كتاب البخاري جمعيي احاديث صحيحه با الحديث النبوي ان عنوان لو قدغو جيم الامام البخاري ان لو قدغو عنوان امام البخاري ما كان امام البخاري لا سحوي امام البخاري جيم اي لا صحيا اسغا مارتي لا غي ورمي ارينتن با علامه صواب علامه الصح كقر او خطا مع علامه غلطك وصحح الخطا ماش ادو غلط صارتي اته وا غلط صحد انا ادو صح كد صح غلطك صح ادو marka al jumal jumloyinku waa kuwan sax iyo khald baad eegaysaa asbaabna halka ay ku qorantay saxda ah ayaad ku qoraysaa meesha aad qaladay. Wa su'aasha sagaalad kaana waalidul bukhari caaliman fil hadith bukhari abuu hanin yaqaana cilmiga hadithka wala saxayaata 10 safar al bukhari kaseeran wuxuu u safray bukhari in badan jamci al quraan wa sunna in uu ururiyo quraanka iyo sunnaha marka ta waxa weeye umuu safrin quraanka ururiye إلى حديث كأوروي أصفري، وهو صحيح ده نقول ما يس القرآن كلمة أورونية نسوق. عشرة حافظ البخاري عشرة آلاف عشرات الآلاف بخاري حافظي كمن طبعاً كن حديثه ومن الحديث حديثه كم ده عمره 16 سنة يسوق يدادي سطح لحية تبان شر. ثانه وحوله يسوقون قارين لحية تبان صامرنا يسوقون ولد لحية تبان قارين ولم يبلغ السادس عشر من عمره أي حافظه يمكن لحية تبان بوري. مرة أقول صح إن نقول ما يسوع مرة كأينه وراء الناس اللي تهاي لحية تبين تانو قارين بص أي حافظ 12 صحيح البخاري أشهر كتب السنة الستة وأفضلها صحيح البخاري كتبته أحاديث قرطي لحدة لا أمهات الستة إسقى أقو أستحني ما بدن أحاديثي إسقى أقو فضل يورك بدن والله صح يا كا ثلاثة إسحاق بن الرهويه إسحاق بن الرهوي نكيل ورنتر هو إسقوحها الذي كين صح كلت ليه البخاري البخاري سجى كله تليه بجمع الحديث إنه حديث أوروية أو كتاب قال هذا الجامع صحيح إنه قرأ موهين قال صاحب دي أو إسحاق الراوي لصاحبها أي أسود شري إسحاق الراويه إن كتاب الله قرأ أحاديث صحيح له أوروية بخاري لم يشوف دي فكرة دي بكفايز أجيب اختصار سكوبا وقول جواب عما يلي وحصوص عضة 14 وسؤال أفرج طمناره كم سنة استغرق إم سنوات بقى يقاطي جمع الجامع الجمع الجامع صح حديث كتاب من الجامع صحيح البخاري إم سنوات بقى أورنتي سيقرأ قرأ الفيس وقاطي 16 سنة تم بقاطي لحية طمن سنوات بقري 15 سؤال سنة طمنات ما أهم البلدان محاوب مهم سن وضمضي التي وضمضة سافر أو سفري إليها وضمضة البخاري البخاري لجمع الحديث سو صوريو أحاديثه علبة ومدول بدل كيسة كده أنتو وتشوجي اللي جه اللي كريه وعقب ذا العراق مصر هي مدينة دمشق كواصا ومين سنة كوتري
ستة عشر كم رتبة كيف استدابوا رتبة أهبي يسوقونها هجاتي ونكل هوريسي ونكل دمبيسي ترتيب توا إن لسكو هجاتي وكل هوريسي كل دمبيسي لو قصنا إيو البخاري أبوابا الجامع صحيح كتاب فيصل إلى هذا سدوا هبي واسدي أقرأي وحاولت ترتيب فقهي سد فقهي وكقرأي هاي أبواب تفقهي أيو قرأي فقه محل قبل أبا الطهارة على قبل أبا أو واحد وحش الصلاة أو واحد وحش يا مارتي سكده أو واحد وحش الصوم أو واحد وحش الحجة أو واحد وحش يا مارتي بيع أو كلا كحول فريد كلا كحول نكاح كلا كحول جراحات سافق الله غرو أو كلوها بيسيح يعني كل هذا تقوله سلام 17 كم كان عمره عندما حفظ العشرات الآلاف من الحديث انتو أهداديس مركو حفظه كمانان طبانان كم الحديث مركو حفظه يعني كان عمره دون 16 سنة لحيته مو كيرا مركو انت حفظه 8 ما صبوا جمعه لكتاب الجامع صحيح ما حصبوا هاي الكتاب كان قرأ يعني وحا أصبوا ها مركو سوتشي دي قار كميد أصحابتي صحاب الرهوين كتاب الصحاح لقوه رؤية حديث صحاح انت صحيحة ولا خلصالة حديث 19 ما معنى عبارة ما معنى عبارتي وما هي هذا الكم معنيه سو فوقع ذلك في قلبي عبارة انت صفر الله إليه ينك بضنبا معنيه دوه ما هي فوقع ذلك في قلبي مركو تشيدي أهل انت صفر قلبي يقول كل بعضي كل عضي يعني أهل انت هو قوان صدي وإن قريبه أهل انت هكذا قبطن غضو عندنا لمو هدل لكن قلبي إذا ما حاجري إن أرين صحته هاي نيك القبر يا إنه سوق نقضه قلبي جي جسي كل عدوى ما هاي قلبي جي قرعة أرين داس يعني مسكح هذا واحد جري إن أرين تارو قلت له ثانية المفردات أي مكان أريد سوق قاضينا هاتي واحد كأنت جمع الكلمات كلمة ده كم عودة التي كلمة ده تحتها خط حريق كوس قرية هاي وضعها كم واحد اكتامركا في الفراغات ميلها مرن لدى العربي وفيرسو أيالكا كوكورن وفيرسو لكل مثل ما ماكستا مثل كات شمع عيسى ماشا بناندك وواحد هذا لدى العربي عرب اكتيد وحا أمثال له ما ماهو كثيرة فربضا لكل مثل تلمانكستا ما ماكستا ومنها كمدا ما ماها عربت وحي لا هاي بسة الشيكة يدعو أي كسو بحضي وما ماهاتي كسو بحضي اثنين اللون الأبيض أحب إلى نفسي ساسا كوكورن اللون ومفرد هذا بتشمعي سميش بنان قلي وواحد هذا اللون الأبيض مذهب كعدان كي أحب الألواني ومذهب بدأ إلى نفسي نفتيد واحد أُتش عشها مذهب بدأ كعد أحب الألواني مذهب بدأ كأُتش عشها هوي إلى نفسي نفتيد ثلاثة خلق الله إله وح أبوري كل بهيمة حيوان كسته ومن هذه ليستفيد الإنسان ليستفيد منها الإنسان سدد كوقف عليه بهيمة ومفرد حريق بالهوس دغاي ميش بنان شمعي دغلي او واحد الى هذا خلق الله الهي با ابوري كل بهيمه حوله كسته ومن هذه البهائم كمده حولهن حيوانات كلا دوون يعني نولياشن كلا دوون ليستفيد سي اوغه فايديستو منها ايضا الانسان يعني اوغه فايسن ددك حتى اوغارتahay يا حتى هدايت حوله نولو كولا دقدا يعني هو حيوان اودن بناد كو كفايستا كو بدغي كو بريغلا اربعه هل سمعت اهم خبرين ما مقصي وركي وقوم مهم سنة وقيمها بدنا أو قوم بدنا اليوم ما أنت لا بول ما يمان مقال لا مسمع ما المقال أنا هذا بخبر بالهوس تجاه كم عسر كنجلي لا مسمع أي أخبار وحور رهان مقالي بقى أي أخبار وحور رهان مقالي ما بتشرو كم مهم يا مثل بقى اليوم ما أنت خمسة عندي جار أكتر وح أشار قفل أشارة ولا مرة أنا نرجع مثل هو يسق أكرة هذا بس جار بالهوس تجاه كم عسر ماشي بنانجلي وحتى هذا الله مرة ما أرى مثل وشار كاسو كله في الجيراني تلك شار كأه أكتيزة لحدودة كاسو كله كمان رج ستة العدل جرسور يأحلى أنت ين عدالة ومضل ورقة مبدو وأرهن يعني سلقة واق يعني سلقة مبدأ وسلق مركز هذا مبدأ أسال خاصتي حريقي ماشي بنان كم عيسى قلي مبدأ من مبادئ الإسلام واصل لك من يصل لجيل الإسلام هو كم ديهاي يعني وحي أبا إسلام هو ميله كدوله كو يأركانته وكتاليه هاي عدالة كم ديهاي لا يجوز سبعة لا يجوز ما بنانا للمسلم وقفك مسلم كاو ما بنانا أن يشفع إنه كير جيو في حد حر عقابات هذا بس كم عيسى حد كم عيسى ماشي بنان جري ومن حدود الله حر عقابات الله كم دينه كير جيو أو هذا هل قد دايو مثلا قف زين الله يستو أو الحد يو هلا جدا يا بلا ما أنا كرف قف توه
oo gacan la goynayo halaga daay lama oran karo haday ku cadaatay asalkeeda xadka Ilaahay maarka cid ciir geyn karta haduu khamri cabo oo la jeedliyo halaga daay lama oran karo garsoor ma dhaafi karo madaxweyne ma dhaafi karo mid ka hooseeyo ma dhaafi karo haday ku cadaato ila waa arin Ilaahay xaqiisa ah oo maartay aan bin aadamka xuseyn weeyaan tamaani hadii faa'idadu tan wax tar weeye min ahammi hadoo meesha banaan faa'idada jamceeda gali oo kamid min ahammi fawaaid qiraa'ati alquraan faa'idooyinka laga helo akhriska quraanka mid kamida weeye ayuu yiri tisaa xafido wuxuu ba xafiday albukhari iyo bukhari kulla ar-rasuul sallallahu alayhi wasallam walaa min turk min hadithan hadith qulka mu tagin eego firso hadithan aya xariiq la hoos digay jamceeda halka banaan gali waata xafida albukhari bukhari wuxuu xafiday kull ahadith ar-rasuul ahadith ar-rasuul qodon dusu ka qabtay walaa min turk mu tagin minha ahadithta hadithan hal hadithna kamu tagin wada xafiday waa wax ilaahay soo nicmaa oo alla isaga ugu taa alla ugu deeqay weeyaan 10 laysa hunaka halka ma shiray yaani adduunyada khilaafun kama shiro yaani iska horimaad khadirun halisu ah mithlu sida hadaba ay khilaaf baa halka laga xariiq la hoos digay jamciisa xagga halka banaan gali waa tala mithlu khilaafati azwajiyya ma jiro khilaaf iyo iska horimaad oo halisa sida uu halis u yahay khilaafka dhaxmara qoyska oo ay xabaha ugu dhibta badan buu kamid yahay waa khilaafyada ugu dhibta badan buu kuleeyahay hadaba waa 5 darajad inta hadaan saxdo 3 darajad qofka lagu siinaya hadana imi qowma hay dac khadan xariiq mari taxta kelimada kelmada hoosteeda allati kelmada tunaasibu ku haboon alficil almadhkura ficil halkan ku qoran saddex arayba midkiiba ku hor qoran eegada oo ficil halkaas lagu qoray alif iyo ba iyo jiin ba ku qoran mid ba ku haboon ta ku haboon xariiq mari oo jawaabtaada hal arko cadaado iqtada uu ku dayday bil awraaq waraaqo ku dayday bil aadaari aadaan ku dayday bil imaam imaam ku dayday teeba saxaysa jiimka bil imaam waa salaadii ku xidhashadeedii weeyaan waraaqaha lagu ma xidhay aadaan waxba lagu ma xidhay imaamkii buu ku xidhay weeyaan ee tana waa maxay ee itin istaajara wuxuu kareystay albayta guriga ala maal xooli buu kareystay al kutuba kutubti buu kareystay kirada inta badan maxaa loo isticmaalaa ee baytka calaamadaha alifka ah guriga buu kareystay ثلاثة درف وحو سيداي الماء بيوش بيوق شبي الدموع علم سيداي الشراب شراب العبو سيداي كيف ما كان على مدينة وهذا على مدينة الدموع وبعض درف وحو يسمع على قل قل خي المرة أي صوت عضته أربعة انتهز وحو كيف أديتي الفرصة تشانس في صامري الطعام عنطدي الكراسية كراسية مركبات على مدينة فرصة على مدينة فرصة على قفا انتهز انت بدون الله يستعمالها خمسة حضمه وحب بربوري الملابس بريه مريه بربوري على سنامه سنتي بربوري المجلة الجرايد بربوري مرق واحد نقاضن كرنا على سنامه أو بتشمينتو سنامته أنت بدن كوابون تاي وخمسة درجات هذا أنت سيف عن صحبه وكتب واحد قرطا الكلمة كلمة دا على تي كلمة دا يشير وتلمامه يو إليها كلمة دا كل تعريف تلمان قصته أو كم من التعريفات تلمامها على تي تصوص على كون وام عنا واحد تلمامه يا أريبي تلمامه يا أري قاضو هالكاكو قربنان واحد شجرة طويلة جيد دير أو تنبت كبحرة أو كبقيشة في المناطق المعتدلة قوب الله قوبها كل الكدو لحد حاكي هاي يولا حارة كوة آت كوة كلوبة كبحرة وثمرتها مليه دنا تسمى تمر مالا جيد كام حالة هذا نخيل ويا جيد كاس وثمر بقول لسا جيد كيف بقول لسا إلا معنى تمام لسا جيد بقول لسا أريا اثنين حيوان حيوان شيء نورا أو طويل دير وكبير جسم تركي سنوي هاي ويعيش في الصحراء ku noolaada lama deegaanka jamal baad qoraysaa marka awrka ayaa had iyo jeer safarada saxraal ayaa ka ku noolaada oo ku ugu adkaysi gabadan kamida talaata almaalu xoolaha aladii xoolaha yidfacuhu ay dhiibaan ahlul qatili ninka dilay wax dilay dadkiisu ay siyaan li ahlul qatili ninka la dilay reerkooda ay siyaan halka maxaa ku qoraysaa adiyatu waa magta adiyatu waxa weeye arbaa ash-shakhsu qofka aladii yasnaacu qofka sameeya الأحذية كباها سمية ويبيعها هذه الكريبية محل إذا كان إسكافير كبوله خمسة الطعام عنتدى الذي عنتدى يدعى الله ويره له عنتدى الناس ضدك في مناسبة الزواج حفلة يعني أروسك الوليمة بلا أيضنا دعاء أروسك الوليمة ستة حيوان حيوان يستخدمه ضدك واحد نول وضدك أديك سدان في الحرب مركز دجالك يور رياضتي marka maartay ciyaaraha iyo tartamada lagu jiro faras umbaal oran kara ama alkhayl oo fardhiya weeyaan sabaa ash-shakhsu qofka aladii yahabu taga ila makan waliima meesha ducadu ka jirtay casuumadu
دون أن يدعى إليها أيضا لوغو يرين ودك اسك راعه تفيلوني بالا لكانا اسك دبغله و دبا صعودون و خدريا اون ثمانية مكان ميل واسع آد بلارن ومن الأرض لك كمدة ولا حياة فيه وحنا لو كجرت على رجلين ولا ماء بينا أن لهين ميل أن بيهن لو مغتال والصحراء ولا مدقانك تسعة ألاب أباها والأم هو يدور أبناء إنما دول بنات يحب لها محل سؤال هذا الأسرة هو اسم الله نمرك عشرة ما لا ينبغي وحانوها بونين قوله إلا قوها الله أو فعله إلا سميه أو أكله إلا عنه في الإسلام السلام في الحيسة هذا ما يسمى لك وحرام مويان شيء حرام تها إلا قوها الله ماها إلا قبيان ما إلا عنه ما هذا ليس هذا انتحان تحضر خمسة درجات انتحان كيف نكشرنا ضع واحد يكتاه الكلمة كلمة المضادة تكسور جيدة في المعنى حقه وشدد كسور جيدة لما تحته خط كلمة حريق وكوص قرية كلمة معناها كسور جيدة هرت واحد يكتاه في الفراغ بس بنانجلي ما هذا ولكن واحد لا تقابل هكهر جيني الإحسان صمفلك الله جوس ما يجيو بالسيئة تقول صمرك أك حمان هكهر جين وإحسانك ما حك سور كذا وعند سور شيء سيئة اثنين إذا كانت إذا كنت تعرف الصواب حضرت سحب أجر نيسو فلماذا تفعل الخطأ أخذ فرزو ما حك غلط جوس ما ينسى حضرت سحب أجر نيسو ويا خلاص ما حك قوته جوس ما ينسى صوابك ما حك سور كذا خطأ لك سور كذا ثلاثة بعد ما سعيد أحمد ومركو أحمد كوري أو فوري نزل سعيد سعيد بسودي نزل ذلك قل لي زمركا أو سعيد كسور كيدا أربعة أنت اليوم قادر أظن ما أنت واد كري كرتا إن هذا حق قبضته بحمد الله إله بارا ما هذا إسره ولكن قد تكون واحد نقوم كرتا غدا بري عاجزا مثل أنكرين عن عمل ذلك عاجزا بينه قرينا أو كسور كيدا ما هي قادر كسور كيدا خمسة هناك هلك وحيا له بعض أسباب الاختلاف قار كمدة سببها لا يسكن خلافه إلا يسكن يمادو يوال اتفاق هو لا يسكن راعه فيما تتحدثون فيه وحنا أتكشي كان إنسان وحيابا خلاف قدشو يو حيابا لا يسكن راعه وكتران وفرسو وحويان الاختلاف باكو قرن والبني ميشا برنان اختلاف حريق بالهوصدقي محاك سورة اختلاف الاتفاق وحنا يسكن راعه وحليه وحنا أتكهل الإنسان وحلا يسكن خلافه سببه لا يسكن خلافه ولا يسكن راعه وكمد يعني هذا الكلام تكور هم إنسان أقام في سو ستة أذكر الله إلهي حس سبحانه وتعالى سر إلهي أمان إيو سرقين بله عند النوم مركز سبحان سو وعند بله مركز وعند الاستيقاظ مركز مر يمركز صوت وسوب على الكتاب ستة درجات ضال الله هذا مركز صحوه ثالثا وغيبة صدحات قواعد النحو والصرف وحمل قلت ماما يا قار كم إذا قواعد النحو هي صرف الامتحان كودي رجعوا اختر دوره الجواب جوابته الصحيح صحبه سو دورن كرتها بوضع دائرة كوب الجري حول الحرف حرف السحر جوابتي السحر أي تهي ومحمد واحد الشيخ أضيقه يحب المال حوله وجعلني كذاد وين حوله وجعلي وحزة شقيسين كانوا ما يزيدوا أنت يعني نعيخه بعيدكو هاي عودكو هاي وعد بديل بوج عليها مركب واحد حب كثير بوج عليك يعني وارتي كعيل كالجعيل فربضن أما حبا كثيرا كالجعيل فربضن أما جيم حبا كثيرا حبا كثيرا كي والله صح يا بعضه حبا كثيرا كالقاعد فرب بضم أو قاسع على بهان صح اثنين حاربت وان دجال لمي في سبيل الله إله درادي محل دجال أنتي أخذ الجهاد أول خره أما جهاد أول هوس وأما جهاد أول جود كيبات قادر إسح حاربت جهادا وحن دجال لمي جهاد في سبيل الله درتي دين تيلهية كخره ما تقول إسالك ثلاثة طاب محمد محمد ونالسنادي ألف نفس حق النفطة باء نفس حق النفطة جيم نفس حق النفطة كيبات قادر إسح العلامة جيم كعلامتي وهو تمييز طاب محمد نفسه محمد وفع على حق النفهان من جهة النفس وتمييز قال لها تمييز يعني لا إله هذا تمييز واحد هذا جملة أما نسبة أو جملة معناه ذو شرحية سيد وفع ناضي نفسا حق النفط وكون هاي سنادي نفتي سفع ناضي أربعة اشتريت واحد يسدي واحد أربعة كتب أفر كتاب يسدي با أربعة كتب أفر كتاب يسدي جيم أربعة كتابا أفر كتاب كيف أعطى عيسى وأعطى عيسى ألف كم أربعة كتب أفر كتاب وايو وعدد غير قياس ولا هذا هو مذكر كلام أنا صبون غلا كتاب هو مذكر مركز شعري هو كتب مركز مذكر اسمه أنا صبون غلا تردد أربعة مركز أنا ترني سنة مذكر بينه عكس القياس بيسعود خمسة قراءة الصحف واحد آخرين ترى إددي إلا ألف صحيفة ثانية لبا تشريدو ما آخرين با صحيفة لبا تشريدو ما آخرين جيم الصحيفة ثانية لبا دي تشريدو أم ما آخرين كيف أتحايسا
بعض العلامات إلا صحيفتين ومستثنى منصوبة لبا موية ما أنت كوي كردو وارخري ويه معني ستة غادرت ويتكتي الدائرة الديارة دي واحد تكتي ألف ليل باي تكتي باء ليل باي تكتي جيم ليل باي تكتي كيف أصح يسعى ليلا جيم كصح هبين نمو وظرف منصوبة سبعة سأل وحو ويدي بعذاب واقع عذاب دعي ويدي ورئيسي ألف سائل با ويدي مد سؤالي باء سائل با ويدي مد سؤالي جيم سائلا كيف أصح يسعى كان دواب القرآن كي وأصح يسعى ألف سائل وهو فاعل كي أكلت وحن عني ألف أكلة تنبع من عنتان باء أكلة عنتان مرأة جيم أكلة عنتان مرأة كيف أصح يسعى كرد بيسا كيف أصح يسعى عفوا كيف أصح يسعى وأصح يسعى جيم كان ومصر منصوبة مؤكدة وفعل كيساب كينية ومصر مرة ومصر مرة وكي مرة هاي مركي شيقي الشمس عبعاد من الأرض نلك مركة هذا ألف كبيرة توي كوينتاي ما أكبر وي كوينتاي جيم كبرى وي كوينتاي الشمس أصل كدوا مؤنث معنوية وما هم مذكر مركة ومركة على صحيح كرا كوي كوينتاي سوما كبرى من الأرض نلك وي كوينتاي مركة مؤنث هاي كبرى بلغاتها أكبر هو حوالي مذكرك والشمس الشمس كبرى من الأرض والأوران كرا هذه معناها معنوي يعني مؤنث معنوي وهي مذكر ما أكبر من الأرض إنها دليل وهو معقول وهي وحوالي مؤنث كيد مؤنث حقيقة ما باع أمام كل كلمة كلمة سهر تيضا أو عبارة أما هذا الكسدة من المجموعة أو كم إذا قيبت ألف رقم الجملة جملة نمبر كذا كهرقر التي تناسبها جملة كم مناسب كا ومن المجموعة باء كوحدة باء كم إذا رقم كا لغوه صغرية لغوه قرية إذا قيبت باء سو كم قرنا ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء باء قرن مركا رقم كذا وحروف دبا دوحو قول لي هاي ضع أمام كل كلمة أو عبارة من المجموعة ألف قيبتها محوها ألف كأ وعطوها القرطاء رقم كأم حرف كأ قيبت بعض أي وضطه تكون صغير سأ وفي اسم المرة بهالك قرن ما جع هالك مرشة يا جا مركها كها محل كلا سوق محل سوق قاضية وعلى سوق قاضية إيك دال كلا قاضية دال بلوه القرية مركها هالك دال كم قربو كليه استاذ هذا قرر دون طاير اسم المرة محل ما جع مرت ما محل هو اسم المجع هرت مستر هو مستر يدل وحط الماما على فوق الفعل شقذنا دعدي مرة واحدة مركلية وطنو كلاهين أكلت واحد عني أكلة عنتان مرأة ضربت واحد قلوب في ضربة قلوب في شمر كلية لأن الدال خلق قرب كلية المفعول تنين المفعول لأجله ما كان محلنا يا توضى ما يصدق على طوق على صدق على طخور قريسة اسم مفعول لا جوحة هذا اسم المقع يذكر له الشيخ بعد الفعل فعله وقدم بيه سخطة لقبته وقدم بيه محو قدم بيه لبيان سببه وحد سببتي وفعل خلعي هذا ما تلاحظه يعني جئت كوان قويمت ابتغاء معروفك أنه هناك هادونية مثلا ابتغاء واحد الماما يسا سببت الدنيا كان قويمت تبنى واحد الليل هذا مفعول لأجل الواقع الاسم ثلاثة اسم الزمان محوها مقع الشيقة حلقة الشيقة حلقة الشيقة مركا كاسنا هو محي هل كي لقو قرية سيقنا وحا لقو قرية محوها حادة لقو قرية هل انا مركا اسم ومقع مستقبل صوت شحي محا الله صوت شحي اسم زمانك للدلالة صوت المامو على الزمن وقوع الفعل وقت الشقض وهي العضي مركا احد قولي سحادة كهور قولي سون هلكا اسم زمانك محاد كهور قولي سحادة اربعة المستثناء كلا صور هيبو كلا صور هيبو هذا أوفر سؤال كنت تقول إذا ألف كقاد ألف إذا بدنا كهرب قرها الكا مستثناها ومحضرنا إذا اسم ومقع منصوب لقربه يقع وحده دعاء بعد إلا إلا أبو كذب مستثنه يخالفه كدوية هي اسم كان صورها إلا هذا كذب بيا ما قبلها وحقارها هي في الحكم حكم كون كدوية استحارية استحكم معها تسألان كسوقات هذه أترى هذا جاء القوم تتكوي مادين إلا محمد المويان محمد وكدوية هي قومك حكم كدوية محي وإماتك استقوم يموي هذا قام الناس تكتب يستاجي إلا عليا علي ذكره كدوين هاي حكمها روام هاي تاجين يلا جهلا يسمو تاجين سب
هذه النفي لقدر يقال إسقى مثبت نقضة هذه كهرباء مثبت إسقى ما في نقضة هذه ما جاء الناس ضد كميمان إلا محمد الموياني وحول ضد كرامة إيمانه إسقى يميت وكليه هذه جاء الناس ضد كميمان إلا محمد النو الله إله هذا وحوله ضد شوي مادين محمد الماريمان مر وربو كسر كده لأن حكم كل إسقى وإيمانك وكعتانك وحن لقال ليه مر وربو كدوين هذه يجو مثبت هنا حكم كله هنا إسقى حكم قام لمو ذاقو هذه الحكم يجو لهنا إسقى حكم كله tabaadna kaasaad ku qoreysa oo wawgaad ku qoreysa halka ee muxuu aha afwan alifaad ku qoreysa alifaad ku qoreysa halka alifaad ku qoreysa mustatna atmiis tamiisana u fiirso tamiisana waxa weeye baalad ku hor qoriye ismun waa magac nakiratun aan la garanayo cid gaar magac cid gaar u leedahay ma waa magac guud hadii nakiratun la wadaa asalkeeda lama garanayo macneedu waxa weeye waa magac guud oo ka dhaxay cid magac u yahay oo aanay kala lahayn منصوبنا على كربو يذكر واحد الله شيء قال لو قدر واقع جملة الله قدرة يقول ليش جملة دوش أفيدني على وش شيء لبياني المراد إنه عدي وشدد اللي قلي هي من كلمة كلمة سابقة نسيكون رئيسة ومبهمة معنيها ده أنا عدي معني هذا ودري هي معني ده أنا عدي مثلا مثلا تاب محمد محمد دوان هاي السنة هذه أما أنها إسرائيل تسعين تسعين بني يبصري أتلا هذا تسعين نعجة تسعين كلا ما قرنا يسقاشن كا هذا نيف كارنا عين نعجة تنو أري إذا هذا نورن هذا تا مثل اشتريتو كيلا يعني فضل ما نيز فضل هذا مثل عن ترى عن زيت فضل كلا قرنا حلو في هاي وحلو قول بوا لقو ميسكرة سريدة ما واحد ترى هذا عن تبرد تميز دون واقع المفعول المطلق مفعول كم قع عقار كان لهين مفعول دواشن مدوا اشتري لا مفعول مطلق أو مستر كأ وم أن نقع جوني له مدوه مفعول به مفعول من أجله مفعول معه مفعول فيه وضرب كه مفعول مطلق نم نقع أن مفعولهين ملها وهم عنده وشغل قبطون سقو وفرس المفعول وما هي وامل قبطي أن نقع جار لهين وامل قبطي أن نقع جار لهين وايو مفعول به واكيس شغله كل عضي مفعول فيه ووقت يشغله العضي أما ما يشغل كل عضي مفعول معه واكوس شغله جو قبطون سقو شغل قبل مفعول من أجله هو صوتي شقد الله قبتي مفعول مطلق وشقد الله قبتي قل ديدي وقال هذا مفعول كما قعقوني ذا أنا اللهين بالي هذا سيكون شيء وحوي وحوي يعني سقو هرت هذا قادة صدقاء كقريسة مستر هو مستر يذكر الله الشيء بعد فعل فعل دبدي بار إيا للشيء لتوكيد فعل هذا سواد كيو أو لبيان نوع هابو عضيية أو عددي أمتريس عضيية مستر مرات مثلا ضربت وان قراعي ضربة تريس بعد هالمر ضربتين هذا تلا بقر هذيل هذا ضربا قراعد هنا وسيات كينياون كاسوا مستر كا لذا مفعول مطلق الله يهدو ضع واحد كتا دائرة جوب الجري حول الحرف حرفك الذي حرفك يدل تلمامي على الإجابة جوابته أصحح صحة لما تحته خط وحرق كوس قرن يهي حرفك جوابته صحة أكهر يا جوب الجري في كل آية آيات والبا وقيمة آياتها القرآن كأه قال الله تعالى إلهي وحولي وامس أركا واحد كيف ليس الدريد شوين كانت هنا نافين تاهر نوا استقال تنوا تضبا لبدا إن صور رافني وامس إلى فلا تنهر ها هروف وها هيان دين قفك بريو طمية هذا بك كلمة السائل أرى قال هذا ألف اسم مفعول وي وي با اسم تفضيل وي اسم يجي واحد سريزين شري اسم مفعول نوح وي شغال غطيب ومقعو يهي اسم تفضيل نوح وي كواح كلاس الرئيسين ما قاعد واح كلاس الرئيسية جيم اسم فاعل وحنا ما قاعد يا مت شغل قبطي تم بعض صحيح إذا مركز صحيح إذا جيم كا إلا هو مت بريس سمية ويسوي واح قبطي اثنين قال الله تعالى له وحول إنهم يجو كانوا وحياء هاي يسارعون قالوا دق دقة في الخيرات وحياء بها وناسن ويدعون لا وين بريين رغبا يجو رتشين رحمة ضيضة والرهابا عبسنية أو كعبسنية ما هي عقاب خير كلمة الرغبا إلى قاسي واحد ألف تمييز وعدي أو وهو عدين معناها كهرية باء مفعول لأجله وكيف سببتي سوحلاقة بتي سببت وحلاقة بتي بقى كاني جيم مفعول به وكيف شقته كل عضي كيف صح كبا صح رغبا وحوي عب شعيل رجاي كقبان إن أبال منو شنها هلان درادين أي وجود دقيقين خيرك وأي نوبرين وكا سببت كل فتنة خير هو دقيقة وأي نبريان وامحي ورغبا يو الرهبا لابد هو استوى صعدان لابد هو مفعول ومفعول لأجله رجائك قبان رحمة ديدا يا عبسائك قبان عقاب كيغا أياكو كلفي ثلاثة قال الله تعالى وحوري ثم يرد إلى ربه اللي هي بألو علم دونا فيعذبه إلهي بعذاب دونا
عذابا نكرا، عذاب آضح، عذاب أضق، والعياذ بالله. كلمة عذابا ألف مفعول مطلق وين وواكل شيء نيو ومثل مفعول مطلق، باء تمييز وعدي، جيم توكيد وأكية، ومفعول مطلق بين الله مركا عذابا ومفعول مطلق ومثل أتكين يفعلك ومارتي فيعذبه عذابا سقي فعل سواس كل معنى ولو مثل لفظية ومؤكدة ومعنون أتكين معنى عثمان كين. أربعة، قالت على وحرف كلي وشربي عب أو عن أو عب سقول الله مريم وقر عينا إشاد نهار قبودو وهدوكسة إشاد ويعني هفرح كلمة عينا ألف مفعول مطلق وين باء توكيد وأتكية جيم تمييز وعدي مركا هو تمييز صحيح صح وهو عدينا صح جملة معنى سيدة أول قبوا سنة يسو سيدة قبوا يسو أيال تلمامها وتميز. قال تعالى له الحوري إذ نجيناه مركانو بدبادني يو أهلو أجمعنا دمان تود بوانو بدبادني إلا عجوزا في الغابرين إسلام كو هردي كو هردي كو هرموها وما تيدو أن بدبادين كلمة عجوزا أريق لإلا إسلام يالكا كو قراني واحد مفعول به منصوب ومفعول به لقربي باء تمييز منصوب وتمييز لقربي جيم مستثنى منصوب وامن له صرب لقربي مستثنى صحيحا الى هو الا عجوز باه وخمس درجات هذا تصعدو شن درجات ليس رابعا الكتابه وقرال مكا سل واحد حديثا بين كل كلمتين لبا ار او ولبا اسكو خد او تاتي يعني معن مروض امر اسراعه او اسكو خدن لبدان قيبود اي الف يا بعضا ثم ضعهما وحد لبدا دغتا في جمله جمله قدر من انشائك ادو قاد عريسي وحق جيمك كو قور marka dafcu ba halka ku qoran alif waahid baan isha dafcu in la is hortaago u geey halka wawga dafcu dhulmi is hortaaga gardarada iyo xaqdarada halkaas loo geeynaa dabada jumlada inta leedahay ku darto halka dabada ku qor tirin at takleefu wa xilalka at takalif de xilalka saaran dadka daalka ku darada sharciyatu ya sharcu nasari takalif sharci waxa la ilaalada salaada soonka iyo mar xil ilaahay noo diray oo sharcu nasari ba la ilaalada at takalifu sharciya. ثلاثة حدود هلكا كقر هذا مركا حدود وحلوقيني زايدة حدود الله حرك إلى هاي دقي هي حين دابيد إلى هاي دقي أن الله بعناي إن لقى قدبه مثلا حين دابي لا هاي أما حد ميرا أن لقين حد واحد هذا ميرا يسقسو قلنا دولة هاي لك راحه أما مارت ميرا حيران وحوي حد إن لقى أنا هاي oo maartay waxyaabaha xaraamto dhan xuduud balay ilaahda waxa qolo xuduud la ilaahda yaani qofku haduu galo dambi ciqaabka ku dhacana xuduudu la balay oo kan imka soo halinay maartay hadii uu zinaysto yaani ciqaab ka dhasha haduu tuug noqdo gacanta la goynayo hadii qamri cabajada rag waa xuduud xuduud ilaah idin ka meerkiiso haday ku cadaadaan waa cij cafii ka taadun kuma jirto arbaa zaman baaka ku qoran alif ku dar zaman shitaa waqtiga jiilaalka تبني تشمل الله كود أحد الأذو مركها خمسة إحدى بالك كقرن جيم كقدر إحدى الليالي مت كم ذهب بيني ذمرك ويا ستة ذات بالك كقرن مركها ذات لا سوح لوجي بعضا ذات يومين مال قديد يعني مال مال ما هكمل ده سبعة حقيقة بالك كقرن كقدر هذا حقيقة الأمر أنت دبأ هانت يدو حويه ويا مركها استخدم هذا أديك سو كل تعبير هذا الكستة يعرس كستة ومن التعبيرات كم إذا تعبير هذا التالية سوسع الله في جملة جملة قدر من شايك أضوء أبعر السهل أبور كذا الله يضحي ينهى عن وحو ديدية يتم غفر الله دم دافي الجبل على وحو كخصبي يلعب بوحو كعيارية يأكل من وحو حكعوني يذهب مع وحو الراعي وسراعين شكا إلى وحو كعوضي وحو وعوضي ثمانية مررت على وحو صومري تزع يخاف من وحو كبقيا خمسة عفوا عشر أرغب فيه وحن شعره 11 يعترف بي وحو أقوانسو قري وقرتي اعترافي انتا صورن أذوق التعبير أذلتها أريضاك يجملون كاكو سمين 9 درجات بدنا نركها ليسا مجموع درجات الاختبار امتحان كاين مقابني نرك ليسوقي درجوين كي أين صور الشاقين قيبها يساوي 70 درجة واتدبات درجو الوحدة الثالثة عشرة وحن يمكن نقابلنا قيبتي اللحية طبنات عفوا قيبتي صديحة طبنات الوحدة الثالثة عشرة قيبتي صديحة طبنات العلاقة حرك كده حياة بين الآباء آبياش وحدة لي يولا منا إن ماذا لدري أيو كهل ليسا ما أركي قيبتنا قبل ما قبل القراءة انت هنخرس كأينام بلا من موضوع آخر سكيسة انت كهر يسمى حينو كهل لينا وحل واحد
من قراءتك من 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 قراءتك للعنوان مركز عنوان قهري هل كده مركز أخرده ماذا تتوقع ما هاد كفر إذا أن يتناول إنه قاطه النص هذا القصص على محوق قال للدوانة مركز عنوان كيكتو إلا عنوان كوحوي حرر كده حياة أبياشي إنما ده لين يعني أمد كده لين قودة هم بلوقت إذا اثنين ما حقوق الآباء محيين حقوق أي كلهين أبياشو على أبنائي إنما ده أي دلين ولا أبناء إنما ده محي كلهين حقوق على الآباء أبياشي دلي ثلاثة هل تعرفوا مقرن ساقصة أبن شاككو صابسا آب وعد وانيه ابنه إن كيس موعدة طيبة وانا آدو ونالسان وفي القرآن القرآن قصة أبو رطي وقصدي لغمان الحكيم ماذا قال له محو كولين إن كيسا أربعة هل تعرفوا مقرن ساقصة ابن إن شاكدي كان أها برا بوالده من أبيه آدو قصة مفلي وجاء ذكرها قصدا شاكتان كذو قصة أروري وكيمد في القرآن القرآن ما اسم الله بآبها الله صلى الله عليه وسلم ومن الابن ابن إن كنكمها أبي إبراهيم بأين كن إسماعيل بها إلا قورعي قورعي بو قراضي خمسة هل تعرف قصة ابن إن المقرن إساء لم يسمع عن رجيس نصيحة والدي أبيه تلدي سقادهم هاي فما تغرقا أو بيكوها فطي وحويان ما اسم الأب أبها مقعي اسمها نبي الله نحبها إن كنكم حين كيس كنعان لورين شريبوها ومن الابن إن كنكمها وكنعان هذا العلاقة بين الآباء والأبناء وعن قال لنا حركة حياة أبياشة إيوه وبتكودة أما إنما يدرك هدلين العلاقة حركة بين الآباء والأبناء كده حيثة قضية وأهن شغلت آدو مشغول سأنا صدتك جميعهم لما أنتود وإن بدن ضدك وإن كفي كرام ويان أرن هول بدن ويان أرن تاس في كل زمان وقت كستوء لتشوغبا أبياشة تشوغا وأرن أي كفي كريان ومكان ملك ستوء تشوغان لكن القرآن قرآنك الكريم شرفت بدني حدد وحو عدي أو كوري بالجلائس أسسي بالجلائن سعب بالجلائن سعب وقحان وحو عدي الأسس سردقيدة إيه قندقيدة السليمة عاصمات كنا بدقبة يعني حمان لحين التي تصوت تحكمه حكمت أو مامشة العلاقة حريرك بين الآباء والأبناء كده حيث أبيا الشيء إنما ده تيريرك يكون تاقيهم قرآن كعدي بحيث سيبوا عدي قرآنكو لا يتعدى أنا كوحد قدبين كل المدينة أبا أياشي إنما ذا مدنا حدود الله حرك تعالى إلى هذه جاي في ممارسة هذه العلاقة مركز ثمانية حرير كأي وداعيا ممارسة وشقة ضغمة نسوا مركز حرير كودا جودانيا أي ضغن كودا كودا ضغميان إن جوتان حرير كا وحوي مدنا إنه حدود الله إيمان أبا أياشي وإنه حدود الله إيمان وأبطنا الله إيمانهم قرآن كعدي هذا كان لغمان واللغمان لغمان كان الحكيم حكمة ضبطنا أو يضرب لجاي وحو دغاي او سميي لكل اب ان ابك سوو وحو سميي المثل تلمانتا يا تصالها الاعلى او مسريا او مخاي تصالينيا في الابوه ابنمد اي عدينيا قيمهيده اي قاب كيلهدهي ابنمد المدركتي غرانيسا المدركتي غرانيسا بحق بعمق سحال غير او تقانه مخاي حق الابن حق وينكو كلهي على ابيه ابيه يعني انك سو اباهي إنه قتل ما قاتوا ويان بقول ليه هاي لقمان الحكيم أو دقي تصالح روح بدن أو موشنا يا أبن لماذا حقه أما صحبه سبقون ديرو فهمتي حق إلهه وكله أبيه فلقد قام وحو صرك عي وحو ليمد بواجب حلك كسرنا نحو ابنه حق إنا كيس حلك كسرنا أيو كصوب حي بقول ليه خير قيام كصوب حدا يبقى وسدا وقف عن سيد وقف عن الله قبل الله أبو قبل حق بقولها أبو قبل الله حق الميز حين وعده ملك وارني سيد وقف عن سيد أبو قصوب حق أب المه أبيه بقولها وكان وحها أول ما زوده وحه الرئيس أوسي أكسه به شيء إن كيسة محوري العقيدة الصحيحة عقيدة إيمان صحب ملك هري أي بري الخالصة أو يعني نظيف كأه من الشرك قالمو أنا سقى كل هاي، فالشرك قالمو ده ظلم وقدره عادي بوين، هذا قف قدره ليه ما قالمو قدره وين بوسمي، ما هاي علي قدره هذا وحوي إذا الحق يديك قاضي وين، ما أعرف الحق يديك دوتيه، لأن فيه وحكوا شرك قالمو ده تسوية الخالق اللي هي أبو رع عالم كان أول الله سمي ذن نعمة إيه نعمين كبدن بحي أول الله سمي بما الله يخلق مد آه وحنا أبورين ولا نعمة له وحنا نعمنا آم بحن أصلا قريه هنبأ
qori halka hayaal oo ilaahay abuuray ayaa allihii nicmo oo dhan bixiyay ee caalamkan abuuray lala simay xaqii ilaahay baa lagu xadgudbay yaa gardaro lagu sameeyo yaa laga gardaran yahay ilaahay baa gardaro lagu sameeyay markaa haduu qofu gaalnimo la yimaado xaq ilaahay leeyahay wuu cid kala siinayaa oo cibaadadiya wayaxuu wuxuu ku dhiirigeliyey luqmaanu luqmaan ibnahu inankiisa calaa muraaqabati illaahi calaa muraaqabati illaahi inuu ilaahay iska eego fii aqwaali markuu hadalladiisa ku dhawaaqayo wa acmaali shaqooyinka uu qabanayo sagiiri ha weliba shaqooyinka yara markuu qabanayo shaqooyinka yareed iyo hadalada fudud qabla kabiiriha kuwa waaweyn ka hor kuwa yar waa inuu ilaaliyo oo hadalka yar ee kasoo baxaya iyo shaqo yaruu qabanayo waa inu ilaahay iska eegaa waxaan ima banaamisa ma banaana liana kulla insaanin qof walo oo bini aadanihi bimaa kasaba wuxuu galabsaday rahiinu wuu uxayiran yahay waa loo qabsanaya waa loo haystaa wuu xidhan yahay wuu mijin xidhan yahay waa tahay wayunaadi wuxuu ku dhawaaqayaa wuxuu u dhawaaqayaa luqmaanu luqmaan ibnahu inankiisa bicadfin sax naxariis leh aamiran isagoo faraya iyaahu inankiisa wuxuu farayaa biadaai salaati inuu salaada tukado biikhlaasin si ilaahay u gaara oo u gooniya oon cid kalla wadaagin ilahay cibaadadaa liyasira si uu ula xidhiidhiyo nafsahu naftiisa inuu la xidhiidhiyo bikhaaliqihi allihii abuuray oo ku xidhnaada ilaahay ila markaad ilahay cibaadadiisa haysay xadhigii ilaahay ilah baad xidhiir la leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin yacni ilah baad ihdina siraata almustaqiim ilah baad markaa la xidhiidhsan tahay waan yasraka inuu maro dariiqa tadbiiqi wadada a dhaqangelinta alcamaliyi ee shaqo la qabanaya ah liliimaani iimaankii ilaahay uu rumeeyey inuu shaqo u rogo markuu yacni qofku ilahay rumeeyey caqiid ahaan iyo qalbi ahaan waa inuu shaqo ku fuliyo wixii la faray uu ka soo baxo marka waxaa caddaanaysa iimaankiisu iimaanku waa maxay dee waa cibaadada aad qabanayso eed ilahay rumaysay dabeedna cibaadadii lagu faray wixii lagu diray baad qabanaysaa wixii lagu diidan baad ka joogaysaa marka iimaankii maxaad ku fulinaysaa camal iyo shaqo la arkayo oo muuqan karaysa fayaamur wuxuu farayaa bilmacruufi waxa wanaagsan inuu dadka faro wayanha fayaamur wuxuu fayaamura waa inu dadka faro bilmacruufi dadka waxa wanaagsan far buu yidhi wayanhaa wuxuu u sheegay inuu dadka u diido caalimunkar waxa xun wayasbira inuu ku adkaysto inuu adkaysto oo u dulqaato calaa maa yasiibu waxa ku dhaca fii sabiililahi ilahay daraaddii wixii kusoo gaadha markuu wanaagga farayo ee xumaanta uu dadka u diidayo waxyeelaa kasoo gaari doonta ilahay dartii way usoo gaaraysaa inuu ugu sabray ilahay dartii lianna dalika arrintaasi waxay ka mid tahay mima awjabahu llahu waxyaabaha ilahay waajibiyey bay ka mid tahay cibaadada uu la imanaya dhibteeda iyo dacwada uu wada dhibteeda ilahay baa waajibiyey labadaba e waa inuu ilahay dartii ugu dulqaato oo uu adkaysto ayuu u tilmaamay luqmaan baa u tilmaamaya wayusidu wuxuu u tilmaamayaa oo uu ku hanuuniyey luqmaanu luqmaan ibnahu inankiisa ilaa majmuucatin qayb iyo koox qayb min alakhlaaqi ka mid akhlaaqda wanaagsan iyo walacmaali shaqooyinka khayrka ah ee la qabanayo oo tuxaqiqu u hirgelinaysa una rumaynaysa lahu eekada luqmaan waxay arrimahaas u hirgelinayaan una rumaynayaan xuballaahi inuu ilaahay inuu ilaahay jeclaado wa xubba cibaadii addoommada ilaahayna ay jeclaadaan oo maxay yihiin arrimahaasi min tawaaducin inuu dhulka isu dhigo linnaasi dadka oo aanu kibrin oo dhulka isu dhigo iyo wa ictidaali inuu dhexdhexaad u socdo fii mashyi socodkiisa oo aanu maaragtay si kibir ku jiro u socon wa khafdin inuu hoos u dhigo lisawti codkiisa lianna allaha ilahay laa yuxibu ma jecla almutakabiriina dadka isweyneeya ilaahay ma jecla almukhtaaliina ee xaragada badan ee iyagu isla yaaban alfakhuuriina ee ku faana bianfusihim naftooda kuwa ku faana ilahay ma jecla walianna ankara alaswaati codadkana waxaa ugu xun sawtu lxamiir codka dameeraha ximaar waxaa lagu jamcaya xamiir yacni markaa waa codka dameeraha qaala tacala ilahay wuxuu yihi waid qaala nebi allow ka waran id waktigii qaala uu yihi luqmaanu liibnihi inankiisa wuxuu ku yidhi wahuwa yacidu isagoo waaninaya yaa bunaya waka u yeedhaya inankaygiyow laa tushrik billaah ilahay cidna hala simin ina shirka la dulmun cadiim in ilahay cid lala simaa waa gardarro aada u weyn oo lagu gafay xaq ilaahay leeyahay oo cibaadadiisii iyo caqiidadiisiiya in la rumeeyo ilaahay oo in ilahay la caabuda lagu gafaya xaqna cibaadada waxa ula asrateeda ba ilaahay wax makhluuq ah oo cibaado xaq ulihi ma jiro gebigeedo wax makhluuq ah oo cibaado xaq ulihi ma jiro ciddii lagu taaraa ee lagu tisaaba waxa weeyaan waa cadaalad darro waana gardaro waa xaq ilaahay oo cid kale la siinayo wuxuu kuli yaa bunaya ayuu haddana markuu caqidiid u saxay wuxuu kuli yaa bunaya inankeegiyo aqimi salaata salaada haddaba oog salaada si fiican u tuko iimaankaagii camal u bedel waamur bilmacruuf wax wanaagsan dadka u sheeg oo amar
وان هادتك اوديب على المنكر وحاهم واصبر كو صبر اوات كيسو على ما اصابك وحاك سوق على حق الفدين يساد فافن يساد كاسوق على اما عقيدة ده عبادة كو سوق على ان ذلك ارهن تاسيسا مركاء عباده كان قوت المامي من عزم الامور ارهمها يعني دادكو ان اللي ما دان او قستان اي تهي اي كميدي هنا قيمها بطني ولا تصعر همروريني وها قلوعيني خدك طبعا كاك للناس تدك خوض ضبي يعني قفتك يسوينيني ومارتي القورك كي ايقيا ومارتي تدك يريسانيا حيث كدقين مارتي حيث مرورين تدك بوجك سواء قابلي ولا تمشي في الارض روكا هاسوعانين مرحا سي كبيرة هاسوعان يس لويني يس قاطقات ان الله اله لا يحبه مجع على كله مقتال ومتك الصحة رقبة ويسقل غلعون يس قروفين بطن وفخور فان بطن إلى هنا تعلب إلى هاي أيو يدي نبي وساس وغشاجة وقصد دحات كذك في مشي كما كانت صعوته مثل الوضع يصاب بكان كره وصعون مثل كبير يورد أبو عينها كذك أما عادة شبلين إياه وهذا صعوتها سيدة حي ومخلوق وسيد أقول إياه وغضب هاصلك من صوتك عطك أنا هاصلك عطك هذا أريني إن أنكر الأصوات عطى ضرنا وحقوحن لصوت الحمير عطك الضميرة أو قابضر أو قلبسن وحفائد أنا مالك عطك نوع عاسة حقوق إلين تذكر سيسة بقى قف لي جهور لي لابس عض دير يقف عض قابن وأبور لكن أثر كهذا وحلو قولي هاي عضك يعني آد هوض اللي عم بولي إذا كان الأبو مركو أبوه يا لقمان الحكيم وياني قد ضرب مثلي وإذا كان مركو الأبو أباه واقوم أباه بين قوسين لقمان الحكيم وياني وتفسيره وفسره ساي قد ضرب مثلي مثلا تصاري أعلى سري أو كهلية في الأبوة أبني ماذا هذو تصارها قروح لبطن لقي فإن إسماعيل إسماعيل عليه السلام والنبي إسماعيل قد ضرب يسنوي حسيني مثلا تصاري أعلى أوس الرئية أو في البنوة حق إن النمضة أو آبا النمضة آبا النمضة يسوي أوس مفلية يسوي وحو كصباح الغمان حق إنه كيس كلها وعقيدة عبادة إيمان بوودسي يتقني بارة أخلاق با محوها آبا النمضة إن ويل نمضينا إن النمضينا وحا هكاتي وصف عن حق يوغو صباح آبا النمضة حق كلها آبوه نبي إسماعيل يؤيد ذلك أنت أوحى أتكينا سأن شيء إنه قصة شاكو أيها أتكينا رائعة آد الله يا بيق روح بدن وفي القرآن الكريم قرآن كسرفت بدن كسر أرتي لقد كان إسماعيل إسماعيل وحها ابنا إن أنبوها سالحا وناقسا برا أصلا وفلا بأبيه أبيه إبراهيم إبراهيم أها وإسن نبيها عليه السلام لبا النبي بها هاي وقد بلغوا قاري في بره سما فلك سوحوا قاري وأصلا وفلا يهيركوا قاري وحوي يوسف فلي بأبيه أبيه أن وافق إنه كراعه أو كراعه أو قراضه مكا أو قراضه أن يذبحه إنه قورعه أبوه أبيه إنه سجل قورعه تحقيقا لسقوه رومينية أبيه بار رومينية محي للرؤية رؤية إير منام رآها أو كأركي في منامي سقوه كده أيو الرؤية سان فلين إياه إنه كقورعان أركي محي قراته دواد يلي بول فلي بول وقد بارك الله إلهي بابركي هذا تجاوب يسو تشواب الده نحمرتي بين الابن إنا كيو إسماعيل يو أبيه أبيه أو إبراهيم أو لم نبيه يسو تشواب الدا أيس أو قرادين أو غير دو ديار قروبي إسماعيل سو أبيه أصم فريا نفتي سو أخري ويسو تشوابين أو ويسو قرادين إلهي بابركي أرنتها فكافأهما إلهي وحكو أبا المريا اللي بدو دي بكبشن ون عظيم وين ويذبحوا لقورعه بدل الابن هل كينا كان لقو قورع لها محال لقو بدري وان إلهي تماذا ككيني وهل كي لقو قورعه او إلهينا يجيب بدباديه وبالتالي واحد بدنا كحكتي مركي وان كان لقورعي ارتاحه وحان نصي او فرحي قلب الأبي أبه قلبي إيسو فرحي إلا إلما هذا عرداد قورع إيسو ولو وينام بخور على إيه أرهن أدقوه او مارتي إيمانكم أم باكو خصبيه دو حوية وعرس بافوسنا بنجاة ابنه إن كيس بدباديه وكفر حي بعد ذلك الاختبار انتي امتحان كان لسومري امتحان بوها لقو ديهي امتحان كان انتي لسومري كذب بدباديه إلهي إن كيسي بدباديه آد بو وكفر حي إبراهيم عليه السلام وكذلك ساس وكلي أي يجزي الله إلهي وأبا المريا على أبا أبياشا يولى بناء النمضة للدلي المحسنين السمفرة أمثال إبراهيم سي إبراهيم أوكلي وإسماعيل أوكلي عليهم السلام نبدأ قلوا اللي بدوها هاته إلهي وأبا المريا وإلهي قرآن كقري فلما مركي بلغ وقالي معه أكتسي بربركيسة السعي إنه صعوده ومركي لمه وقونا كسيني هاي أو خقرب قره مارته ولي بيسقوه نوين أقراري مركو قالي إنه صعوده
أي وضع الشيكيستان ومرت أيو قال وحر يا بنية إن كيجيو إني أنقو أرى وحنكو أركا وحنكو أركا في المنام هرد وحنكو أركا أني أذبحك أنا جوك جورعية فانظر واحد أجتا ماذا ترى واحد كرات هاي وعلي فرينا كو جورعه واحد قريب بدل نبي شروية فأنا كفيرسو واحد كرات هاي ما هاي نويا لا أو ترى كرات هاي فانظر أج كنا في السماء ماذا ترى واحد أركيس واحد كرات هاي دينا ما هاي كرات هاي ورب هاي نويا لا قالوا يا أبتي أبوي افعل السماء ما تمر واحد لغفر يو ستجدني واحد يهري دونتا ودقو أقام دونتا إن شاء الله هدي الله يلا من الصابرين كو أدخيسته إذا بات تحمله حق الراعة يا دقو أقام ومارتي نندقي حنية ودحن دحونية أنو دباحنية أنو قميه فلما أسلم أمرك اللي بدي بإله هو قام ثمين إلا أن أبه بيركيس القرع يواك هو قطرني واك هو قطرني مرك اللي بدو ديبه قام ثمين aynan keenay aqbale aabihiin oo qoraday waa laba dhibaato soo maahan imtixaan aad u adag watallahu lil jabini ee dhabanka dhulka uu dhigay soo inta halka la qabto dhabanka dhulka lama dhigo halka ma dhulka dhabanka u saaray ee gowraca laba dhigo ugu joogsanay inankiisa curdeed soo ma dhibaato badna wanaadeenahu waan u yeernay markii arintu halka maraysay an ya ibraahim ibraahim wa ilaahi qad sadaqta wa turmaysay الرؤيا رؤيا ذي هذا لقتي أنا كقولي تحاني إن هذا بقى نجو كذلك سالسان نجزي وابال مرينا المحسنين كوا صم فلا إن كوان فرني وان قاسان كفرني وان قاسا جور عمي وان كود داف إن كيد دافني إن هذا أرنكني لهو البلاء اتحام بؤها المبين وعبد وانت خصوب حضرتك أيرتهاي وفدينه إن كوا حن دافني وان كفرني بذبح عظيم بذبح 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 عظيم فعلا يعني مذبوح مثل جورع أو وين 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 أو كبش هيا لغرفة وهي بدبادين البضيبة إلى هذا بدنا بدبادين وقد سجل وحو قري القرآن الكريم قرآن كسرت بضم باقري لإسماعيل وحو قري إسماعيل أنه إنه إسماعيل شارك له داعي أباه أبيه في الأذكار ذكري حس إله حسه وبناء البيت إنه الله دس بيتك الحرام شرفت بضم كعبة الله دس الذي كاسو وقول كاسو جعله الله إلهي وكذا جاي مصابة للناس ملذة أخصه إنه لغدان سنة كسبة وحش اللوي ما دو يو أمن الجبد بعده الله قلنا بتقوله أو بلاين خلاك جبد بعده أو مارك خيريال وكان واحد هاين لبدو دبا يدعواني إلهي ببريين ربهما اللهود في أثناء البناء ما كده سنها كده حشرين إلهي ببريين قال تعالى إلهي بعده سوى كورمية وذكر نبي الله كورم ومضى الشيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام إذ وقتك يرفع كرو قادي إبراهيم النبي الله إبراهيم القواعد قندق يده يستطيق لغا صوب برابه ما أركتي لسمها وأنت ملوك كتر تقر صوم أيها هذا قواعد أنت ملوك الله تشيحه تبدأ سيسك لقليه سيسك مركي كرو صوب قاديين من البيت قريقة يا صوب قادي إبراهيم القواعد ملوك صوب نسي من البيت يقولي وقع بضع يو إسماعيل إسماعيل لبدو دبا محالي ربنا الله يقو تقبل نجا قدون ونجا أقبل نجا منا النجا عمل كان أنه قبلنا خير كبضن إلهو نجا أقبل إنك أدقو أنت أدقو السميع الله وحوبو مغلى يباتهاي العليم وحوبو أقباتهاي نجا أقبل ربنا الله يقو وجعلنا نجا دقا نجا مسلمين لبا كوهو قانسنا لك أدقا كوهو قانسنا هذا ومن ذريتنا أبطك عن الله تفيرت يدا استركيجنا وحد كدكتا أمتهم أمت كمدرك من بين قرآن وسلمة كوه جاسنا تلك أرجع وارنا مستوس مناسكنا أعماش يدا وتب علينا نجت وبض أقبل إنك أنت التواب الله تبض أقبلات هاي الرحيم والنحرس تبض ربنا الله يجو وبعف فيهم تلك واحد كصوص صار تأبط تفيرت مجهرنا رسول رسولك صوص مدرجه الدينيد والنبي أو منهم يجا كملا ويتلو عليهم كآخرية آياتك آيات كذا ويعلمهم الكتاب كتاب إلهي نبرة والحكمة حكمة دبرة وحديث النبي قال ويزكيهم حمانة كالظاهرية يقال لماذا إنك أدقو أنت أدقو العزيز وحتى الله هو دبدا الحكيم حكمة دبدا هكذا سلاسو إسماعيل عفوا هكذا سلاسو كانها إسماعيل إسماعيل خيرا مد خير بدا خير بوها خير وناك بوها وبركة يبركوها لأبيه أبيه إلا عورد كيبوها إسلام معتمد كأه إستقوى مدلير آنو بضيالا سوى قرب قريبوها خير إيو وناك يبركو آبيه وإكراهيم أوها فكان وحوها مجيوه إماتن كويمد إلى الدنيا ديه وصوى قريد إلى شدي سباء وحي أسر كيه دباهيد كما ذكر القرآن سوى قرآن كشيغيه تحقيقا نزخ مينيسا
لدعاء أبيه أبيه أو إلهي بري أيا مركو ربا إلهي كأقبالي وإن كان كسي مركو ربا مركو مدو قبي سارة أنا أبض بيالا وقال بري ألا بري هورت الدعاء لها سوكو لشي مركو ربا إسماعيل محول الدعاء دا ربي الله يو هبي سين لي أنيقا من الصالحين أبض كوانا يسمو حيقسي إلهي أبض كوانا يسمو حيقسي بول فبشرناه وحانو قبو شارونا كغفر حيني وحانو كغفر حيني بغلام إنن حليم دلقات بدل إنن أدلان دونه مركا إسماعيل بريادا سومر كبرو كوي كبرا كيسان بو أها نبي إلهي بو أها نبي بات علي بل قبرا كويا على أن بر الأبناء على أن يعني وحوي على أن ها ها تيه على أن ها ها تهسي يشويا على أن بر الأبناء إنما ضو صمفالك أو صمفاليا بآبائهم آبياشود لا يعني أمتش دمع نهيد أن يوافق إن كفها عان الأبناء إنما ذو كرها عن إنما ذو كرها عن آباءهم أبياشود إن كرها عن ماها ويسيرون إن السعودان على طريق مدود إن دبقران ماها وإن وجدنا آباءنا أولا إن قطو معنه سدام ماها ولو ذهبوا حتى أبياشو جينيان بهم إيجا وإنما ذهبوا حتى جينيان إلى الجحيم حتى نارت جينيان إن نار قط دبقران ماها أبياشو دلوا سيهين آباءهم حمل اسم طرعتا هذا ما يذكره القرآن هذا أرنتها إن الحمان تلقوه يا عينين ما يذكره القرآن ووحى القرآن كشيغيو الكريم يشرفت بضن وقصة أرتي بحي في قصة إبراهيم إبراهيم لفتيسة شاكا قصة أبصان بقصة أرتي عليه السلام نبي قلت دوشي ساهاتي مع أبيه سقي أبيه قصادي الأحمرتي وأبيه بحر الأرنشري آزر بال الأرنشري آزر وسنم عابد وها لقد أصبت وحى عدي إبراهيم إبراهيم وحى عدي أن أصغي أنه يسق مطيع لله إنه الله أقبلنا إيه الله أقبل إيه أي عدي حيث مركي رفض وديدي كعن تقص وكعن سيري رفض قاشان خلفتي أن يسير إنه صعده إنه دبقره وراء أبيه أبيه إنه دبقره سنة عابدك وديه عنه سنة عابدي ماي وقومي تلكي بكدي سنة كاو عابده في العقوف دول فرنجة دول فرنين أي دول يورورين محي واحد دول يورورين على عبادة الأصنام إنه سنة عابدان كاشان كي كان فخور فتوح الماء أنو نسنا العابد يمين أبيك وقروا هذا سنم كإيبيا ولم يقتنع كمو قنعين مو أقران كم يدقين قلبي سنوي قلوي بحجة أنهم ضدوا ذي أحيد إن يجوا وحيك ضدوا ذي وجدوا كهلان إن يجدوا هلان وقادين وكسوا قادين آباءهم أبياشهم لها يجوا أصنام سن عابدين عابدين waxaan anagu abayaashi awreedu xanu kasoo gaane iyagu sanu caabudaya wax qaloon haynaana ma shirto raadkoodu ma anagu hayna kamana leexanayno dooda uu ku qancay waxaan aniga mid qancaynaysa ma aha taas wax kala deedanay waalana wuxuu ku dhawaaqay si bareer oo qayahan wuxuu ku dhawaaqay lahum iyaga wuxuu cadeeyay aabihi tulki wuxuu cadeeyay annahum in iyaga oo aabihi dadka la noola iyo wa aabaahum abayaashoodi dhaleeba في الضلال إن أنبشر كتير حقين كان بدين مبين أو عد وحول إذنك أبياشين حق الرأي اللي متان بكتير تاني كتوج هكذا سيدنا صبينا وعدي القرآن وقرآنك الكريم شرفت بدني في قصة إبراهيم شكد النبي له إبراهيم يو أبيه أبيه لا وعدي استغلال شخصية الابن إن قفك لا ضلي وجار يهيو قفك ولو تاجن ويهي وأنا هين وصلت كمد أبيه معه ومد قارة وقف قونية وناك وقرع يا حمهن وكتوقية أدونها ورمين المها يقول صح يا خلط بها يقول راعو لقا قمض بحنا مربو المه كاسحي وكعلم بدي وكعقل بدي وأنا أركي شري أركي شري الدون الله مبحنا إيمان بال الدونية وأركي شري بريه برامان حركاتين السلامي تدكي ويد دوخين كل والدين تها حجابك حتى ليابين ويلون ورسالتين نقول صوب حضي ما هي أحد إن ماذا يجري ما هي كينين وحاسين ديدين ودوخين وحنا قرر ما يان وهو يقان أبي ياسو مركا حمي قرني لكن حق هو محمي لحين وحلا أنا وحن ما نان مقال ما نان أرق ما نيرينو هو يهي حتى أنا أدوه أقوني أدويدو حتى قانون ما هي أدويدو علم قو بدي هي وحن لقو شيء أما صحبا مسوا قرد مسوا أشياء سالس ويدية هذا صحة هاي دين تهي قرآن تهي حديث تهي رع هذا قرد تهي نكتشوك لكن أنا أوي وحنا ما أقان عندما يرى روح بك دقيسين مايو وحلو قوليها ماها فاعدنا ما قاطو وحاقو مصفى مسمى هوي ناولي جيبك كبكي سوي سمرين با
ayaa ku oranaya intaasan leegahay oo gudahaasan soo xiraasay ka soo baxay waxaan sheegay samaan maqal bumbowdu weysan waxaad maqliba maada weysisida laad kanbe bas hada aan maqal waxa ay u badan baashira oo wareer ah oo dadku ay ku dawaxaan xaq wuxuu baahan yahay la barto uun kol alla kolkaad misalada baratana wala raaco maalintaas ma raaca in hadaan kitaab akhriyo waxaan arkay mitaas oo masuuliyiin aqoon waana sidoo raaca halkay ka soo baxday ma oran karo ma oran karo hadaan maanta kitaabka bukhari soo qaadin kaas oo masuuliyiinka aanan garanayn ma arkaya waana sidoo raaca qaran looy markaa waan sidoo raaca laga daara maxay ugu dhacday ma xasuusnayn ama ma aqoonin ta maxaa taqaanaaba waxa taqaanaa dhiic ma noqonayaa ma daama tafkiruhu marka uu yahay fikirkiisa taladiisu saxaan haday saliim al mutayo tahay oo saxaan sax ah inanka tiisu ku soconaya oo taabuhuna qaldan tahay hadda taladana dunida marar badan buu abuu qaldamaya oo wax aanu garanayn waxyaabo waxa jira waxa la yiraahdaa maskaxda iyo jirka si uu u koran way kala korkaraan waxa jira ilmo yaro aad u korayo fogaaday maskaxdiisu aanu dhawayn iyo oo weyno jirkiisu uu weyn yahay maskaxdiisu yar tahay oo islaa haddana oo isku wareeraan umra waxaas waa sida waxaas ayba ku xiraada oday warriyo kan yar ee tahanka war anay ku dhalibaan waxaan ajeeyay aan garanayn hadii aan wareenay inay yar baato u kaadi way isma arki isma fahmayaan ka yar waan wala sida talaysa maxaa talahaysa saasana aya balkeen taladaada waa la eega laakiin marba kale fogaanayaan oday ugu dawaxaya waxaan loo sheegayba aan garanayba tan hadda oday computer kan ka shaqee soo ugu rubad guu maayo yu garanaya ma garanayo ku hayaa waa saaso kale ma saxda waxaan u garan karaa waxaan u kan ka hadlayaa halku wax gaar ka yar ka weynaa kanu ka arkaya isma imanayaan doonin yaro walaan buu qaadanaya xayabaas oo waxa u baahan yihiin dadku ay fahamsiin tarbiyada ilmaha la sidaa fikirkiisa la saxo waxay qaldan la yaab la tijaab waxaan doon sheegayso hadaan aad markaa arkay waxyaabada ma markaa jira waa inuu raa haduu fikirkiisu sax yahay uu ku soconayo inaga walaqad balaqa ibraahim ibraahim wuxuu gaaray fi dalka istiqlaal xurriyadda iyo madax banaanida uu qaatay aan tabarra inuu gooni uga joogsado inuu gaar uga baxo min abihi abihi walaal aanu kulamo soo gaalnimada wacadala wuxuu ka leexday wacadala uu ka leexday aan istiqfaali lahu dambidhaafku markuu dhintay uu weydiinayay ilaahay wuu toojiyey xina tabayana marka u cadaatay lahu ibraahim annahu caduwun lilah inuu aabihi cadow ilaahay yahay allabargin uu ka daayay xataa halkan aayaddana cadaynaysa wamaa kaana istiqfaalu ibraahim baa ilaahay nebi ibraahim dambidhaafku uu dambidhaaf weydiinayay aabihi liabihi aabihi ee ilaahay ilaah uu dambidhaaf lahaa wax kale may ahayn ilaa can mawcidatin waxay ahayd un ballanqaad wacadaha aabihi uu balan iyahu aabihi uu ballanqaaday wuxuu ihi walle waan kuu dambidhaaf ilaahay weydiin buu hore u yihi falamaa tabayana markay u cadaatay lahu ibraahim annahu aabihi caduwun lilah inuu ilaahay cadow u yahay oo ilaahay kasoo horjeedo tabara'a minhu faruu ka qaaday tabara'a gaar buu isaga taagay wuu iska fogeeyey oo muxuu yidhi yacni anugu waan ka hadhay buu ilaahayna waxu un weydiin maayo waayo cadow ilaahay buu noqday ina ibraahim ibraahim laa waahu waa mid cabsi badan xaliimun oo dulqaad badan buu ahaa walaysa macnaa xubu laabaai abnaahum maaha macnaha sheegaya inay aabayaashu jeclaadaan inamadooda an yaqbal alaabaau aabayaashu inay ogolaadaan alabnaa inamada calaa cillaatihim inay khaladkooda ku raacaan maaha iyaguna oo taa waan dhalay uun maya hadduu qaliya joog weeyaan fayaquduuna inay indhaha ka laabaan maaha adarfa isha inay isha ka laliyaan ama isha ka fooriyaan cala akhtaa'ihim khaladaadka ay samaynayan inamadu halkaa ku joog baa la yidhahda hadduu gardeed dad ishaystaan joog adaa gardaran ood u sheegaysa hadduu qaldiya baad u soranaysaa wayadlubuna inuu dadayaan maaha tabriiran marmarsiiyo inay marmarsiiyo u doondoonaan sidaa umuu jeedine sidaan u jeedeeye waxaa lama yidhaa xaqida farta loo saara ka yar runtaa la taabsiya la qalada u socotaa tooji la akhdaahim khadarada ay galaan inay iyagoo tabriir u sameeyaan maaha oo ay u toostoosiyaan bismil ubuwa iyagoo eegaya magac aabinimada alxaaniyata ee naxariista badan inuu qaladkiisa ku qariyo maaha dantiisu kuma jirta qalad aad u qariso xaqadoo taabsisay ku jirtaa ood runta u sheegto ood qalad ka joojiso intuu sii fogaan lahaa dantiisi kamaa talin haddaad qaladka ku eegto haadaa maa yadkuruhu lqur'aanu lkariim qur'aanka wanaagsan baa sheegaya can fii qisati nuux qisada nuux buu kaga warramayaa calayhi salaam nabadgeo dushisa haatee maca ibnihi isagii inankiisii qaala tacala ilah baa isagoo ka warramaya waqaala arkabuu fiiha waqaala arkabuu fiiha wuxuu nuux yidhi markii daadka bilaabmay iyo duufaanku fuula doonida bismi illaahi majriiha wa mursaha magaca ilaahay bay ku dhaqaaqaysaa iskuna taagaysaaye kuna soconaysaa iskuna taagaysaaye bismillaahi markana bay dhaqaaqaysaa oo waxa weeyaan marka la qabanayo leewarka bismillah baa loo dhaqaaqaysaa haddana birigu ma la qaban bismillah baa loo istaagaysaa un labadaba waa bismillaahi un ina rabbii lagafuur raxiim ilaahay dembigana uu dhaafo oo naxariistaaye soo fuula bismillahina waynugula dhaqaaqaysaa bismillahina way isku taagaysaa buu
وهي تجري وحي لا دحس عطي بهم دكي في موج يعني موجده بياه وبتاعوي سرعه وسو بتاعي وبوجده قوقي وكرك عي اي لا دحس عطي كم جبال سب وروحه كان نقدر موجده عرك وبحير. ونادى نوح ابنه نوح بين كيس ودواقي وكان في معزل مالك قاربو تشوقي وحر يا بني انا كيغيو اركم معنا نلا صوفول ولا تكون مع الكافرين ورقالها هلا تشوقي الهي هلاقيه نلا صوفول بول. قال وحر سآوي وحكو قبن دونا وانقلي دونا الى جبل بور يعسون الى الية من الماء بيها يلدو سوق بحيا ما انتانو. قال وحر العاسم اليوم ورمان تبور يبض يبنان وحر الهلنا يا مشري كصوفول من امر الله انت الى وحر الهلنا يا مشري تون توح قلمو يعني إلا مرة حما قف لها ونحرستي مو يعني وحال بينهم وحقر لحق مري الموجود بوشدي كعي سبا مركب خلا لحق الشيء إلا وحق سوقي ما هي فكان من المغرقين كوي بيها كو هفطي كو أي أيو كم النقضي. وقالوا وقيل بوحال إلي مركب مدوس عطي داد كاسي دوفان كاسي يا أرض الوو لولكيو قبل عيلق لولك نوو يكسو بتعن بيهم عكنا وكسو فرغم مين لبدي بيو إسكاري قبل عيماك بيها قلق بالقول أضغو وايهي ويا سماء والسماء إذا أغلع بيها شوش بالي أضغونا بيها حد وغيض الماء به بعد ما نقري وغضي الامر ارنتي ولا جبجبي واستوت وحي استالت على الجودي بورتريلا اي استلتت دونتي. وقيل وحل البعد للقوم الظالمين الهي هفوق يكو ظالمين تابا دبدنا ليل. ونادى نوح ربه نوح با الهي اولو واقي فقال رب الله يو ان ابني من اهلي ان كي هيركي كمدها وان بعدك الحق بلنقاك اولو واهم ان هيركي نبت جلسنا وكو بلنقاتي وانت حكم الحاكمين عدك يعني هي ادق او حكمت يو مارتي بدن عد حكم الله. قال نوح وحو قال يا نوح نوح انه انك ليس من اهلك ريرك قمد ما هكني انه عمل غير صالح عمل ان وناكسنين بها انك وان بركه قبل فلا تسالني هي ويدين ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم وحنا قوتيد لهين هيغه وريسن ادو ان هاغاسن ريرك ما هين علم ان عمل خير قبا مو هين عمل حب وها اني اعيدك وحن كا وانينيا وان كالا دردارميا انت كو من الجاهلين شهريتها هنقول علميدي لها فرقين ما هن كادموا سكني. قال ربي وحول الله يو إني أنقو أعوذ عن كامع جلعي أنا سألك هنا كويديو ما ليس لي به علم وحنا نقول هنا كوري استوى وان كامع جلعي ولا تغفر وإلا تغفر لي هذا ندم بيجي دافن سؤال شايك دافن وترحمني أنا دين حريصا أكون من الخاسر بابا نقول دونا أبو يلو وكتشوف سي تزوج حتى الماما يسا هذين كقلدين يحي هي ما هذا شيء كرب الله مسين كرو قوبتها سلوتشو تشنيه وانا يسجد انتيس والله عالم بسواب وبالله توفيق.